تواصلت لليوم الثالث فعاليات مبادرة أنت الحياة بإحدى قرى مركز بيبا بمحافظة بني سويف. تقدم المبادرة العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين بالإضافة إلى الندوات التوعوية. للمرة الثانية في محافظة بني سويف تنطلق مبادرة أنت الحياة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة مؤخراً بهدف توفير أنشطة تنموية خدمية مختلفة للفئات الأكثر احتياجاً، وتحديداً قرية طنصة ببني مالو التابعة لمركز بيبا بالمحافظة. مؤسسة حياة كريمة هنا بتقدم الخدمات الإنسانية، وكمان لو في غارمين أو مساعدات صحية أو تدخلات صحية بنقدر ناخدها ونسجلها ونقدمها للناس في المستقبل. جهات الشركة كتير، فكانت حياة كريمة وانت الحياة، مبادرة انت الحياة هي تخص بالذات ان احنا نطور الانسان المصري، لان ده هيختلف تماما بقى عن الجزء التشغيلي بتاعنا او عن المبادرة حياة كريمة كمشاريع بنية تحتية وكمباني. لا، احنا النهاردة كنا مهتمين بالمواطن. على مدار 5 أيام تقوم المبادرة بإطلاق العديد من الفعاليات التنموية المختلفة، من بينها ندوات توعوية وورش حرفية للسيدات استهدفت أكثر من 400 سيدة لتمكينهن وتقوية الملكة الإبداعية لديهن، فضلاً عن وجود القوافل الطبية التي استهدفت أكثر من 400 مواطن وملتقى توظيفي ساهم في خدمة 500 مستفيد يوميا. مبادرة عظيمة، وبنشكر البلد بصراحة، يعني لأن المبادرة دي مش مرة واحدة بس، ده بيتابع على طول. شفنا حضرتك نشاط ثقافي، نشاط رياضي، شفنا مساعدات اجتماعية للأهالي. مبادرات هادفة بناءة كويسة بتخدم العباد وبتخدم البلاد، وحاجة حلوة خالص والله. حاسس إن في عيد في البلد، اللي احتفالات والناس فرحانة وتسليم جوائز وتسليم هدايا. حياة كريمة بصراحة جايمة بأجمل واجب، بتعمل بتبني بيوت للناس، بتحبك للناس الفقيرة. مبادرة حلو، حياة كريم نزلت لنا مي وبعتولنا كراتي، وربنا يخلي السيس. كما كان للأطفال نصيب من المبادرة، كرنفال ترفيهي للأطفال استهدف أكثر من 5000 طفل، وندوات توعوية شارك في تقديمها صندوق مكافحة الإدمان بعنوان أنت ضد المخدرات لأكثر من 300 طفل وطفلة، بهدف توعيتهم من أضرار التدخين ومخاطره. حياة كريمة خلت لكل بنت مصرية وكل ولد أحسن حاجة، وكنا سعداء خالص، والحفلة كانت جميلة وأنا برحب بيكم. حياة كريمة توارثنا البلد، وبنت مستشفيات وبنت مدارس وعملت حاجات كتير، علمتنا أن احنا نحافظ على المية ونحافظ على مدرستنا. مجموعة من المؤسسات المختلفة تشترك مع حياة كريمة لتطلق مبادرة أنت الحياة، المبادرة التي عملت على توفير أوجه الرعاية كافة ل15,000 مواطن هنا طوال فترة المبادرة، بهدف تقديم سبل تنموية متنوعة.